قولي ان ده في عايزه تدوي اتفضلي. لا 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 والله مش ازاي. يلا. والله حطيت البرطمان كان فاضل فيه حبه قد كده وحطيته. برطمان السكر؟ اه يا بنتي ما فيهوش شاي ما فيهوش سكر خالص. والله ما قد كده جيب معلقتين ونص ما حطيتش. طب نشرح المحادثه دي، نشرح المحادثه دي وبعدين نشوف ايش كوبايه الشاي دي وضعها هي معانا. يا رب تبرد وما شربهاش. خليك كمان. وائل از باينج ا موبايل ات ا شوب. وائل بيشتري موبايل من محل. الاسيستنت البائع ساله سؤال، استني كده اشوف. اه في سؤال اهو. قال له هالو اي وونت تو باي ا سمارت موبايل، عايز موبايل ذكي. ذكي يعني في اوبشن. يبقى كان اي هيلب يو، كان اي هيلب يو، كليها يلا ممكن اساعدك. كان سي اي ان سي اي ال اي كان اي هيلب يو. والله ممكن. لا مش اصل هو بايظ ما بحبوش. تحبيش الشاي على فكره؟ انا شربت نسكافيه احسن من شويه. اللي بعد بشرب النعناع. عشان مش بحبوش الشاي زي كده. ذا موبايل هاز ان اكسلنت سكرين اند ا فيري بيج باتري. يعني ايه؟ البياع قال له الموبايل دوت يا استاذ فيه شاشه ممتازه وبطاريه قويه. راح سأل سؤال قال له ات كوست 3000 باوندز، يعني هيكلفك كام؟ عامل كام؟ ماشي قولي لي بقى عامل كام يعني بالانجليزي؟ هاو ميني؟ هاو ماتش؟ هاو ماتش داز ات كوست؟ هاو ماتش داز ات كوست؟ كل ربع ساعة هحط شفطة. كوست بتتكلم ازاي؟ طب ما عندك في الإجابة هي بس من غير الاسم. اللي بعده I like it black، يعني أنا عايز لونه إيه؟ بلاك أسود. سألوا سؤال قالوا yes it has a special offer، عشان اقول لك لما تلاقي yes اعملي قص يبقى has it. has it special offer. special offer offer. قال له ايوه ده في عرض خاص ان انت ممكن تحصل على سمارت سبيكرز فور فري، يعني سبيكرز سماعات مجاني. تقول له ايه؟ عبارة عن فرحك. That's great. هذا عظيم. That's wonderful. That's a great news. خبر كويس. غلط غلط غلط. ايه ده؟ THEATS. THEAT. ابص له في اس. That's ايه؟ شوف رائع يعني ايه؟ Good news. N E W S. صعبة ولا سهلة؟ سهلة. هي الأزهر بتبقى سهلة عامة سهلة، بس بجد سهلة عليكي؟ مش قوي. مش قوي، بس واضح إن أنت عليكي في الوحدة التانية كل أسئلة بائع وإيه؟ ومشتري وشكوى ومش شكوى وكده. السؤال ده على الأزهر مش عليكوا، وصل، مفيش كلام من ده. ندور على محادثة تانية ونحلها مع بعض. الأزهر بيبقى أسئلته صعبة ولا سهلة؟ هي 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 اسئله سهله طبعا طبعا، يعني وصل ده ما فيش حد. خمس سطور. خمس جمل. خمس جمل بس. انا عايز اقتحم اللي جوه واخش اجيب السكر وط... يعني عايز اقول لو انا فتحت كله اصلا مفيش يعني فعلا مفيش سكر. انا هتدفع 2 ونص كده اللي هو ترخيص. ماشي انا مصدقك انت حطيتي سكر كفايه. طب وشاي حطيت لي كام معلقه شاي بالله عليكي؟ بصي قولي بقى دي كام معلقه شاي؟ معلقه ونص. معلقه ونص شاي؟ اه هو عشان كده هو تقيل. ماشي الله يسامحك يا شحاته. ماذا افعل؟ عايزه حاجه في المحادثه دي ولا اقفل؟ لا مستر، يعني انا دخلت ازمه